السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا موقع جميل جدا، موقع إكس كوين كاش للتحويلات السريعة. الموقع ده ممكن تحول بيه أموالك من محفظة البنك أو من بنك المحفظة أو من موقع للمحفظة بتاعتك أو فودافون كاش. ليه حاجات كتير جدا ممكن تقدر إن أنت تعملها او تحول اموالك عليها، وموقع موثوق بطريقة فوق ما تتخيل. انا عن تجربة حولت مرتين، وبصراحة حاجة مشرفة جدا للموقع ده. هندخل دلوقتي ونشوف ازاي احنا هنسجل في الموقع وناخد جولة فيه. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بيكم. ندخل على الموقع بتاعنا نشوف تسجيل في الموقع هيكون ازاي. ده الموقع بتاعنا يا اخواننا اهوت، وهنا الارسال وهنا الاستقبال. انت بترسل من هنا وبتستقبل هنا. يعني انت لو عندك في فودافون كاش وعايز تحول على اي عملة من العملات ديت او اي بنك من البنوك دي، هتحولها وانت مطمن. عندك فلوس على الباير هنا وعايز تحولها على فودافون كاش، برضه بتحولها وانت مطمن، مفيش اي مشكله، او بريفكت ماني. في حاجات كتير جدا في الموقع، والموقع موثوق جدا يا اخوانا. هنشوف دلوقتي اثباتات بالكلام اللي انا بقوله ده، بس الاول هندخل على تسجيل في الموقع ونشوف هنسجل ازاي. اول حاجه بنروح هنا على تسجيل عميل جديد، بيفتح معانا الصفحه ديت. بنبتدي ان احنا هنا نكتب اسم المستخدم، ويا ريت يكون الاسم بتاع المستخدم حقيقي والبريد حقيقي، وكل معلوماتك اللي انت تحطها هنا تكون حقيقية، علشان هتتسأل عليها في الاخر وانت بتعمل التفعيل بتاع الموقع بتاعك او بتفعل الموقع بتاعك. هنبتدي نكتب المعلومات بتاعتنا، وهنحل الكباتشا ديت هنا، وهندوس ان انا اقر واوافق على البنود، وبعد كده هنقول تسجيل. هيبتدي يبعت لي على الايميل بتاعي ان انا لازم افعل بعلامة خضراء. هتبتدي تدوس على العلامة الخضراء دي، هتفتح لك صفحة تانية من المتصفح، وهتلاقي في الصفحة ديت خانة فاضية. هتبتدي ترجع تاني على الايميل بتاعك، هتلاقيه بعت لك رسالة تانية وفيها كود. هتبتدي تدخل الكود بتاعك، وبكده انت فعلت ايميل بتاعك او فعلت الموقع بتاعك في الموقع بتاعنا ده النهاردة. هنبتدي دلوقتي ان احنا نعمل تسجيل دخول. ده تسجيل الدخول بتاعنا. هيبتدي بعد كده يجي لك ان انت لازم علشان تعمل تحويل لازم يكون المعلومات بتاعتك حقيقية في الموقع. هتلاقي في صفحة هتفتح لك، وهيقول لك عايزين حضرتك تبعت صورة البطاقة. طبعا البطاقة في مصر هتبعتها عادي خالص، هتصورها صورة واضحة وهتبعتها، وهتبتدي تجيب ورقة كبيرة فاضية وتكتب فيها اسم الموقع، وتكتب فيها تاريخ اليوم، وهتكتب فيها رقم التليفون بتاعك، وزائد البطاقة بتاعتك تمسكها كمان في على الورقة ديت. وهتبتدي ان انت بنفسك تاخد سيلفي معاها علشان الموقع يتحقق من صورتك اللي في البطاقة وصورتك الحقيقية، زائد رقم التليفون اللي انت كاتبه في الموقع، زائد التاريخ بتاع اليوم اللي انت مسجل فيه. كل ده لازم تعمله علشان تبتدي ان انت تشتغل صح على الموقع بتاعنا ده، لحد ما هيجيلك ان انت فعلا حسابك مفعل في
اكس كوين كاش للتحويلات المالية. طبعا هناخد جولة هنا بسرعة كده. هنا في بونص بيتعمل ومكافأة بتتعمل لو هتعمل فيديو للموقع وتنشره زي كده، هتبتدي تعمل فيديو وهتحط الحاجة ديت او الروابط دي كلها في وصف الفيديو، وبعد كده هتاخد مكافأة من 10 روبل لحد 600 روبل. هنبتدي نرجع تاني على الصفحة الرئيسية، هنيجي هنا. طبعا انا هنا عندي الباير موجود عليه فلوس، هبتدي ان انا عايز اسحب الفلوس من على الباير. هروح على الباير كده واضغط عليه، هتلاقيه الربط بتاعه بقى باللون الاحمر. طب انا عايز احوله فين؟ انا عايز احوله على فودافون كاش. ادي فودافون كاش، هنضغط عليها هيفتح لي صفحة تانية خالص. دلوقتي هيقول لي فيها ايه؟ هيقول لي فيها ان المعاملة بتاعتك هتوصل من 5 دقايق لحد 3 ساعات. هي ما بتاخدش الوقت ده خالص، هي في خلال بالظبط نص ساعة بتكون واصلة لك. موقع موثوق جدا يا اخوانا. وعندك هنا اقل مبلغ هتبعته على فودافون كاش هو 5 دولار. هنا بتكتب رقم المحفظة بتاعتك على الباير، وتتأكد ان انت لو هتبعت دولار او هتبعت روبل، شوف انت هتبعت ايه. المهم هتوصل على محفظتك انت بالعملة المصرية لو انت في مصر. هنبتدي نخليها هنا اليو اس دي اللي هي عملة الدولار، وبعد كده هنكتب رقم الباير بتاعنا هنا، وهننزل نكتب رقم التليفون بتاعنا هنا، وما ننساش نزود 002 قبل الرقم بتاعنا او +2 ونكتب الرقم بتاعنا. بعد كده هتكتب الايميل بتاعك هنا اللي انت مسجل بيه، وهتحل الكباتشا وهتدوس تحويل. هيجي لك تأكيد تاني انت فعلا عايز تحول فلوسك من الباير على فودافون كاش. هتوافق على التحويل، هتلاقيه بيفتح لك صفحة الباير بتاعتك علشان تعمل التحويل بتاعك. طبعا انا الحساب بتاعي هنا هو مفعل زي ما انت شايف كده. ولو دخلنا هنا عملات اليومية، هتلاقي ان انا فعلا عملت منه معاملتين اتنين، وبالفعل والله وصلوا يا اخوانا. هنشوفهم دلوقتي مع بعض. انا عملت اول واحدة ب$10 ووصلت بالفعل، تم اكتمال الطلب على فودافون كاش. وتاني واحدة عملتها ب$80 ووصلت فعلا على فودافون كاش. دي المعاملات اللي انا عملتها في الموقع، وفعلا موقع موثوق فيه جدا. والدليل معانا الموقع ده عامل احصائيات عنه، هنشوفها مع بعض. زي ما انت شايف كده، ادي الموقع ده فيه 48 واحد مسجلين فيه اهو. كل الناس بتشكر في الموقع، وكل الناس مدية 5 نجوم. ادي الناس كلها يا اخوانا مدية 5 نجوم للموقع. موقع جميل جدا، وياريت نستخدمه في تحويل الاموال بتاعتنا واحنا مطمنين. هنرجع الموقع بتاعنا تاني. هنيجي دلوقتي هنا نفتح الدعم ده، هيبتدي يفتح معانا كده. لازم تسجل هنا بالحساب بتاع الفي كي علشان يفتح معاك، وتبتدي ان انت تراسلهم او تبتدي ان انت تراسل الدعم لو في اي مشكلة بالنسبة لك. وبصراحة الدعم ممتاز جدا فوق الخيال، يعني ما بياخدش 5 دقايق وتلاقيه بيرد عليك، حاجة مشرفة بصراحة. هنا التقييمات طبعا هيدخلك هنا على التقييمات اللي موجودة. بعد كل تحويل هيجيب لك التقييم علشان تكتب التقييم بتاعك اللي انت عايز تقوله في حق الموقع. هتلاقي تقييمات ممتازة جدا هنا. ونسينا في حاجة تانية، هنا لازم تدخل على البونص هنا،
وعندك هنا الرابط هنا بتاع الفيسبوك بتاعهم، هتفتحه كده وتشترك معاهم في الصفحة بتاعتهم. دي الصفحة بتاعتهم عشان تعمل إعجاب بالصفحة. بصراحة موقع جميل جدا وموثوق بطريقة فوق ما تخيلها، كل ده بشهادة الناس اهوت زي ما انت شايف كده. حتى هنا اهوت بيرشدك ان انت فودافون كاش في اليوم ده كانت واقفة، فعلا كان يوم جمعة. ده كل حاجة في الموقع. ياريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.